بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم ودرس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. ما زلنا مع سلسلة خطوة بخطوة، الجزء العاشر، الباب العاشر، سينيالاتيكا أورزنتالي، الخطوط الأفقية. النهاردة هنتكلم على إشارة جديدة أو خط جديد، دوبيو ستريتشا بيانكا لبريما ديسكونتينوا لسكوندا كونتينوا، خط أبيض طولي موازي، خط أبيض طولي متقطع موازي لخط آخر متصل، وكمان الإشارة برضو اللي زيها بس هنعكس الخطوط، يبقى عندي دوبيا ستريتشا بيانكا لبريما كونتينوا إيه لسكوندا ديسكونتينوا، يعني هنغير الخط، مرة يبقى الخط متقطع وجنب منه موازي خط متصل، والمرة التانية خط متصل موازي لخط متقطع. نشوف بقى مع بعضنا كده الفرق بين الخطين الاتنين، لما يكون واحد متقطع وواحد متصل، أو واحد متصل والآخر متقطع، نشوف بيقولوا إيه الخطين دول. أول حاجة هنمسك دوبيا ستريتشا لونج دودونالي بيانكا لبريما ديسكونتينوا السكوندا كونتينوا. الخط الاولاني اللي هو فيرسو لافريتشا انديكاتا اللي هو في اتجاه السهم ده، هو خط متقطع موازي للجهة التانية، الكرسية التانية خط متصل، تمام كده اهو. يبقى هنا خط طولي غير متصل موازي لخط طولي متصل. نشوف مع بعضنا الفرق بين الخطين الاثنين، سواء كان الخط طولي متصل او متقطع، الاثنين المتقطع والمتصل انديكا لكرسية. الخطوط دايما وظيفتها بتحدد الممرات اهو، خط سواء كان متصل او متقطع بيحدد الممرات. يبقى هنا المطلوب ايه بقى لما يكون الخط اللي قصادي خط متقطع؟ سيلاستريتشا ديسكونتينوا، يبقى هنا الخط المتقطع اللي قدام مني هنا سيلاستريتشا ديسكونتينوا دي لابروبيو بارتي، يبقى هنا على طول اقدر ادخل في الممر الاخر. ليه؟ لان هنا الخط المتقطع تقدر تعدي في الممر الآخر، لأن المتصل الخطر دايما مرتبط به. يبقى الخطر دايما مرتبط فين؟ مرتبط بالخط المتصل. يبقى إذا كان الخط غير المتصل من جهتي يمكن الخروج عنه، ليه؟ لأن الخطر مرتبط بالممر الآخر. يبقى إذا الاستريتشا بيانكا ديسكونتينوا كونسنت إيفيتواري أونا سورباسو، تسمح لك إنك تعمل التجاوز أنكل سوبراندو توتي إيدوا لاستريتشا أهو، زي ما إحنا شايفين أهو، ممكن نعمل التجاوز ونخرج عن الخطين الاتنين. طالما الخط المتصل من جهة العربية البيضاء اهوت، يبقى اللي هيعمل تجاوز يقدر يدخل عن الخطين الاتنين المتقطع وكمان المتصل، تمام كده؟ طيب الخطوط ديت هنشوفها فين؟ اللي هو الأول متقطع والتاني متصل، هنشوفهم فين؟ رقم واحد دوبو اون كيرفو بعد المنحنى اهو، المنحنى اهوت انا داخل عليه خلاص، بعد ما عديت الحتة اللي فيها المنحنى او الكوع او الحتة اللي هي فيها الانحناء، على طول بيظهر لي الخط متقطع، لكن قبل من كده كان الخط متصل. يبقى بريما دايما الخط
المتقطع بيتواجد دوبو اونكورفو بعد المنحنيات. طيب هشوفه كمان فين؟ بيتواجد ايضا بعد اجتياز معابر السكك الحديديه دوبو اون باساجو ليفيلو، دايما برضو بعد معبر السكه الحديد هنشوف الايه، هنشوف الخطوط، الخط الاولاني اهو دوبو الباساجو ليفيلو، الخط متقطع وبعد كده متصل، ده بعد المعبر، بعد المعبر خلاص الخطر زال فالخط بقى متقطع، لكن قبل المعبر يبقى الخط مقفول، يبقى دوبو اون باساجو ليفيلو. هنا كمان ايضا بيتواجد سولتراتو دي الصليطة دي اوندوسو، سولتراتو دي الصليطة دي اوندوسو يعني الخط هنا بيتواجد ايضا في الجزء المرتفع من المطب اهو، في الجزء المنخفض من المطب عفوا، هنا هو المطب الدسو انا عديته خلاص الخط بقى متقطع، لكن في الجزء المرتفع اللي هو التراتودين ديتشيزا، التراتودين ديتشيزا اللي هو الجزء المنخفض من المطب بيتواجد دايما الخط المتقطع، يبقى الخط المتقطع بيتواجد دايما سولتراتو ديتشيزا دو اوندوس، الجزء المنخفض من المطب، اما في الجزء المرتفع فبيبقى دايما خط مقفول عشان خاطر الخطر مرتبط بالجزء المرتفع من المطب. طيب نشوف بقى الاشاره الثانيه او الخط الثاني اللي هو خط طولي متصل موازي لخط اخر غير متصل، دوبيا ستريشا لونج دودونال بيانكا لابريما كونتينوا السكوندا ديسكونتينوا، الخط المتصل اللي هو في اتجاه السهم موازي لخط اخر غير متصل او متقطع، فاحنا قلنا بيحدد دايما الممرات الخطوط انديكا الكرسية سولا استرادا ايدوبيو سينس، دايما الخطوط بتحدد الممرات على الطريق باتجاهين اتنين. طبعا لما يكون الخط المتصل في جهتي انا يبقى سولا ستريتشا كونتينوا ديل بروبيو بارتي نون سي دي فانداري ديلا ستريتشا، خلاص طالما الخط المقفول من جهتي انا ما اقدرش اعدي في الممر الاخر، تمام كده؟ طيب ليه بقى؟ لان هنا البريكولو سوبروبيو كورسية، الخطر مرتبط بالممر اللي هو فيه الخط متصل، نون بو سوبراري لا ستريتشا كونتينوا شينترالي، الخط الابيض الطول ده هو المتواجد في المنتصف لا يمكن تجاوزه اذا كان متصلا. طب احنا عايزين نشوف الخطوط ديت هنشوفها فين او هتتواجد فين؟ طبعا هتتواجد بريما قبل الخطر على طول، بريما دون باساجو ليفيلو قبل معبر السكه الحديد، الخط هو متصل اللي هو في جهتي انا متصل، تمام؟ لكن لما بعد ما اعدي المعبر الخط عندي هو متقطع، يبقى بريما ودوبو. البريما دايما بيبقى بريما دي البريكولو الخطر، ودوبو دوبو البريكولو دوبو الخطر يعني بعد انتهاء الخطر، يبقى هنا بريما دي باساجو اليفيلو قبل معبر السكك الحديد. هنشوفه كمان ايضا بريما دي لونكروتشو قبل دايما التقاطعات، قبل التقاطعات دايما موجوده الخط المتصل، وطبعا الخط متصل يعني ما ينفعش اعمل بالمنظر ده السور بصه وعد الخطين الاثنين طالما اللي جهتي متصل، يبقى قبل التقاطعات بريما دي لونكروتشو. كمان هنشوفه فين؟ بريما ديل باساجو ليفيلو، بريما دي باساجو ليفيلو قبل معبر السكك الحديديه. كمان هنشوفه فين؟ هنشوفه ديل تراتو دينساليتا، الجزء اللي هو ايه؟ التراتو دينساليتا دي اوندوسو، الجزء المرتفع من المطب، الجزء المرتفع من المطب هو ايضا الخط مقفول يعني ما ينفعش نعمل السورباسو ولا الانفيرسيون دو مارشا ولا ريترو مارشا طالما الخط مقفول. كمان ايضا اهوت الخط المقفول لا ينفع ان انا اخرج عنه واعمل السورباسو. هنشوفه فين كمان؟ هنشوفه بريما دو اونكورفو قبل المنحنيات، يتواجد الخط المقفول بريما دو اونكورفو والتراتو دي ساليتا دو اوندوسو قبل الجزء المرتفع من المطبات. يلا مع بعضنا بقى ندخل ونشوف اسئلتنا النهارده وازاي هقدر احل الاسئله اللي ممكن تجيلي على الخطين الاثنين سواء كان الاول متقطع او حتى الاول متصل. اول سؤال معانا النهارده بيقول ايه؟
rispetto il vicolo che procede nel senso di freccia, la striscia continua centrale, in figura si trova prima di ogni curva. يبقى يتواجد الخط المتصل وسط الصورة قبل منعطف بالنسبة للعربية تسير في اتجاه السهل، أقول له فيرو. طالما الخط مقفول يبقى لازم أدور على كلمة بريما، اون كورف قبل المنحات، يبقى تسجل كده اهوت خط المقفول أو المتصل بيتواجد بريما دو اون كورف قبل المنحنيات، يبقى أقول فيرو. ريسبيتو الفيكولو كي بروتشينا سينسا دي فريتشا La striscia continua centrale in figura si trova sul tratto in salita di un dosso. اهو الحاجه الثانيه، يتواجد الجزء المتصل وسط الصوره، الخط المتصل وسط الصوره عند الجزء المرتفع من مطب بالنسبه للعربيه تسير في اتجاه السهم، اقول له برضه فيرو. بريما دي اون تراتو دي ان ساليتا دي اون دوس، قبل الجزء المرتفع من المطب يبقى فيرو الخط المتصل. ريسبيتو الفيكولو كي بروتشيد ان السنسا دي الفريتشا لا ستريتشا كونتينوا شنترال ان فيجورا سو تروفا بريما دي اون كروتش، اهو الحاجه الثالثه قبل التقاطعات، يتواجد الخط المتصل وسط الصوره اهو قبل تقاطع بالنسبه للعربيه تسير في اتجاه السهم، برضه هقول له فيرو. الفيكولو ان فيجورا non può superare la striscia continua centrale، يبقى لا يمكن للعربة تجاوز الخط المتصل المتواجد وسط المسار، طالما متصل يبقى ما ينفعش اعمل له تجاوز. فيرو. rispetto il veicolo che procede nel senso della freccia la striscia continua centrale in figura si trova del norm sul tratto senza unico di circolazione. طبعا الاستراد senza unico di circolazione، الطريق باتجاه واحد، الخط دايما بيكون فيه ايه، يتواجد الخط المتصل وسط الصورة عادة على الطرق أحادية الاتجاه بالنسبة للعربية تسير في اتجاه السهم. طبعا الخط الطريق باتجاه واحد دايما الخطوط فيها هتبقى متقطعة، الخطوط متقطعة في استرادة سينسا اونوكو. اما لما يكون استرادة دوبو سينسا ممكن اشوف الخط المتقطع وايضا اشوف الخط المتصل، يبقى اقول له فالسو. طالما بيقول لي سول استرادة ان سينسا اونوكو شيركولاسيوني الخط المتصل تبقى فالسو. الفيكولو ان فيجورا بو افتوارو اون سورباسو انكل سوبراندو لا ستريتشا كونتينوا شنترال، الخط مقفول يبقى ما ينفعش اعمل له تجاوز، يمكن العربيه اجتياز او التجاوز حتى لو تطلب الخروج عن الخط في المنتصف، طبعا اقول له فالسو. rispetto il veicolo che procede nel senso della freccia la striscia continua centrale in figura si trova ogni volta che si supera un passaggio a livello. عايز يقول ايضا يتواجد الخط المتصل وسط الصوره في كل مره بعد تجاوز معبر السكك الحديديه بالنسبه للعربيه تسير في اتجاه السهم، طبعا هقول له فالسو. ليه؟ لان احنا عدينا المعبر فالخط هيبقى متقطع، اما قبل المعبر الخط يبقى مقفول. يبقى هنا بيقول لي سوتروفا اوني فولتا كي سوبرا، يعني اتجاوز اعدي، طبعا هيبقى فالس لان بعد ما اعدي المعبر الخط هيبقى متقطع مش متصل، يبقى فالس. ريسبيتو الفيكولو كي بروتشيني نيل سينسا دي فريتشا لا ستريتشا كونتينوا شنترال ان فيجورا سوتروفا اوني فولتا كي سوبراندو اون ترات ان ديتشيزا دي اون دوسو، الجزء المنخفض في المطب. يبقى هنا يتواجد الخط المتصل وسط الصوره بعد منحدر مطب، الجزء المنحدر في المطب اللي هو الديتشيزا بالنسبه للعربيه تسير في اتجاه السهم، طبعا هنا الجزء المنحدر هو الديتشيزا لازم الخط يكون متقطع، اما الخط المتصل ده بيبقى في التراتو ديل ساليتا دي اوندوس، الجزء المرتفع في المطب بيبقى الخط متصل والجزء المنخفض في المطب بيبقى الخط متقطع، يبقى هقول له فرنسا. rispetto il veicolo che procede nel senso di freccia la striscia continua centrale in figura consente l'inversione di senso di marcia، الخط مقفول يبقى ما اقدرش اعمل انفيرسيون دي مارشا ولا حتى ريترو مارشا، يسمح الخط المتصل وسط الصوره بعكس اتجاه السير بالنسبه للعربيه تسير في اتجاه السهم، طبعا هقول له فالسو.
Rispetto il vicolo che procede nel senso di freccia, la striscia discontinua in figura si trova subito dopo un corvo. أقول له فيرو، لأن هنا طبعًا الخط متقطع طبعًا بعد المنحنى دايمًا هنشوفه. يتواجد الخط المتقطع الممثل مباشرة بعد منحنى أو منعطف بالنسبة للعربية تسير في اتجاه السهم. أقول له فيرو. Rispetto al veicolo che procede nel senso di freccia, la striscia discontinua in figura consente di effettuare un sorpasso anche superando tutti i due la striscia. أقول له برضه فيرو، لأن هنا بيقول لما يكون الخط يسمح الخط المتقطع الممثل بالتجاوز حتى ولو تطلب ذلك الخروج عن الخطين الاثنين بالنسبة للعربية في اتجاه السهم. أقول له فيرو، طالما الخط اللي جاي متقطع أقدر أعمل السرباسو حتى لو دخلت أو خرجت عن الخطين الاثنين، يبقى فيرو. Rispetto al veicolo che procede nel senso di freccia, la striscia discontinua in figura si trova dopo un passaggio livello. أهي عندي هنا برضه بيقول إن يتواجد الخط المتقطع الممثل بعد معبر لاجتياز السكك الحديدية بالنسبة للعربية تسير في اتجاه السهم. أقول له فيرو. Rispetto al veicolo che procede nel senso di freccia, la striscia discontinua in figura si può trovare nel tratto in discesa di un dosso. الجزء المنخفض من المطب برضه هنقول له فيرو. يتواجد الخط المتقطع الممثل في الجزء المنحدر من المطب بالنسبة للعربية تسير في اتجاه السهم. أقول له فيرو. Rispetto al veicolo che procede nel senso di freccia, la striscia discontinua in figura si trova subito prima di un croccio. طبعا اقول له فالسو، لان ديت الخط متقطع يبقى دوبو ان كروتشو وليس بريما دو ان كروتشو. فالسو. Rispetto al veicolo che procede nel senso di freccia, la striscia discontinua in figura si trova di norma su strada senza unico di circolazione. طبعا هنقول له فالسو، الخط المتقطع بيبقى موجود في استرادا سينسا اونوكو، وكمان بيبقى موجود في استرادا دوبيو سينسا. يبقى سينسا اونوكو هنا مش هيتواجد في الخط المتقطع، هيتواجد في الخط المتصل، اما الخطين الاثنين بيبقوا موجودين في دوبيو سينسا وليس سينسا اونوكو، يبقى فالص. Rispetto al veicolo che procede nel senso di freccia, la striscia discontinua in figura si trova prima di un corvo. طبعا هنا prima di un corvo تبقى falso، المفروض تبقى dopo un corvo، الخط المتقطع بعد المنحنى يعني بعد الخطر، يبقى falso. Rispetto al veicolo che procede nel senso di freccia, la striscia discontinua in figura consente anche al veicolo che viene di fronte di superare la striscia. يسمح الخط المتقطع الممثل للعربيات القادمة من الاتجاه المعاكس بالتجاوز بالنسبة للعربية تسير في اتجاه السهم. طبعا أقول له فالسو، العربية اللي في الممر الآخر ما ينفعش تعمل السرباص لأن عندها الخط مقفول، وتعمل السرباص وتدخل في الممر الآخر لا يجوز لها لأن الخط مقفول. أما العربية اللي في اتجاه السهم عند الخط المتقطع تقدر تعمل السرباص حتى لما تعدي الخطين الاتنين، يبقى هقول له فالسو. سؤال كمان أخير. Rispetto al veicolo che procede nel senso di freccia, la striscia discontinua in figura si trova sul tratto in salita di un dosso. يتواجد الخط المتقطع الممثل على الجزء المرتفع من المطب بالنسبة للعربية تسير في اتجاه السهم. طبعا الجزء المرتفع من المطب الخط فيه بيبقى مقفول مش متقطع، يبقى أقول له فالسو. ده كان آخر سؤال معانا النهاردة في الإشارات أو في السنيالي أو الخطوط اللي هي خط متقطع موازي لخط متصل وخط متصل موازي لخط متقطع. إشارتين سهلين وبساط، الفرق فيهم دايما من الموجود قبل الخطر ومن الموجود بعد الخطر. دايما الخط اللي بيبقى متصل بيبقى موجود بريما ديل بريكولو، والخط المتقطع بيبقى موجود دوبو البريكولو، يعني بعد ما تعدي الخطر هيبقى الخط قدام منك مقفول، يبقى الخط قدام منك متقطع ديسكونتينوا، وقبل ما تعدي الخطر هيبقى الخط مقفول. شكرا لحضراتكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعة، وحتى ألقاكم في درس جديد. لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله.